بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمن المعلوم أن القرآن الكريم هو عز هذه الأمة، وهو مجدها، وهو طريقها إلى الله تبارك وتعالى، هو أساس فوزها في الدنيا، وأساس سيطرتها، وأساس تقدمها، كذلك هو أساس دخول الجنة، وهو أصل الدين وأصل الإسلام، وحفظه يتعين على الكبار والصغار، ولأن الحفظ في الصغر كالنقش على الحجر كما قيل قديما، ولأن الصغير إذا تربى على شيء نشأ عليه فإنه يبقى عليه ويثبت عليه بإذن الله تبارك وتعالى. وجه رسالة إلى الآباء، رسالة مهمة، أن يعتنوا بهذا الأمر، بل أن يولوه اهتماما زائدا، بل يكونوا أولى أولويات اهتمامهم في تربية أبنائهم. الابن يربى، نعم، يطلب من الأب أن يطعم ويكسو ويعلم ويداوي، لكن أولى ما يطلب منه أن يعلمه كتاب الله تبارك وتعالى ودين الله تبارك وتعالى، لأنه أساس الصلاح وأساس النجاح وأساس الفلاح للفرد والمجتمع. لأننا نرى دائما الأوائل في شهادات البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط وشهادة الابتدائي، دائما الأوائل من حفظة القرآن الكريم أو من تلاميذ المدارس القرآنية. لذلك لابد في هذا الحي إن شاء الله عز وجل أن نتكاثف جميعا، بدءا من الإمام إلى المصلين إلى الأمهات في البيوت، بأن نعود بأبنائنا إلى بيت الله تبارك وتعالى وإلى حفظ كتاب الله تبارك وتعالى، حتى يعني هذا الحي يصير حيا مثاليا في أخلاق أبنائه، في نظافته.